عشان يديلك المنة وتبدأ من جديد في أمان. قام قطاع الحماية المجتمعية بإقامة احتفالية للنزيلات الحاضنات والسماح لأطفالهن بالحضور لزيارتهن والاحتفال معهن بالعيد وإتاحة الفرصة لحضور عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل الاحتفالية مع زوجاتهم وأمهاتهم النزيلات لتفعيل التواصل الإنساني والاجتماعي بينهم. أحلى مفاجأة بصراحة شفتها النهاردة ان انا شفت جوزي وعيالي واخدتهم في حضني وقعدت معهم اكتر وقت ممكن، وكنت مبسوطة وما زلت مبسوطة لحد لما يمشوا. اشكر السيد الرئيس الجمهورية بالمناسبة الجميلة ديت في مناسبة العيد طبعا، ودي حاجة ما الواحد ما كانش متوقعها اللي احنا مثلا يحصل زيارة زي كده وحفلة للاطفال والاجتماع بالام والقعدة الجميلة دي كلها كده. اكيد يوم بيبقى جميل جدا ان انت تعيش العيد مع والدتك وقريبك بشكل عام، فبنشكر سيادة الرئيس جدا وزارة الداخلية على الفرصة اللي هي اتاحتها لنا النهاردة. يعني خلاص كل اللي فات انساها ومن بكرة اللي جاي حياتك، ومستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. أنا كنت مبسوطة جدا وما كنتش متخيلة فعلا إن احنا هنقعد الوقت ده كله مع بعض، وإن احنا هنقعد من أول اليوم لحد دلوقتي. احنا بقالنا أكتر من 5-6 ساعات تقريباً قاعدين مع بعض. فلا طبعاً أنا حاسة إن أنا حضن ولادي، إن أنا شبعانة من ولادي، على قد إن أنا ببقى مفتقداهم وقت الزيارة، فأنا حاسة إن أنا شبعانة منهم، حاسة إن هم في حضني. بشكر وزارة الداخلية اللي هي جمعتنا أنا وجماعتي وجابوني من المراكز اللي هي ضم شمل هنا، مبسوطين طبعاً، حاجة جميلة جداً. كل أم معاها طفل بتتعامل معاملة آدمية، طفلها بيتعامل معاملة يمكن مش هيشوفها بره، من كل حاجة بتتوفر للأطفال، من ألعاب، من الحاجات الشخصية بتاعت الأطفال، من اللبن، من البامبرز، كل الحاجات متوفرة ليهم. هتتغير ومن بكرة معك أجمل، ومصر مش هتتأخر وهتوفر حياة أفضل. هكذا تسعى المنظومة العقابية الحديثة نحو تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية. قول للرئيس عبد الفتاح السيسي متشكرة جداً، كل سنة وحضرتك طيب، شكراً على كل حاجة، جزاك الله عننا كل خير. بجد مركز التأهيل والإصلاح فكرة أعادت حياة ناس كتير وخلتنا عندنا أمل في بكرة. بجد رئيسنا يا ساند ظهرنا، أنت الحامل مصرنا، معاك هنعمر أرضنا وهنعلى أكتر من زمان. ده الماضي راح وانتهى والحاضر بيك ابتدى، ده أنت اللي ياما قلتها، تحيا مصر للأمام، تحيا مصر للأمام.